النهارده يعني شيعت من مسجد الشرطه بالسادس من اكتوبر الشيخ زايد جنازه الفنان الراحل اشرف عبد الغفور اللي توفي اثر حادث صعب كان موجود امبارح وتابعناه. بنته طبعا الفنانه ريهام عبد الغفور كانت موجوده، يعني حالتها اكيد صعبه جدا، نتمنى لها يعني الصبر والسلوان. ايضا كان في عدد كبير من الفنانين الحقيقه من كل الاجيال، ويعني مش بس جيل اشرف عبد الغفور ولكن ايضا من الاجيال الصغيره ومن اجيال الوسط. هذا كان فنانا محبوبا جدا، فنان اشتغل مع كافه الاجيال، ويعني كمان علاقة الفنانين بريهام عبد الغفور هي علاقة وطيدة ووثيقة، هي فنانة محترمة كل الناس بتحبها. الحمد لله يعني السيدة فاطمة زوجته بتقوم بالسلامة وإن شاء الله تتعافى، لكن للأسف هو راح ضحية هذا الحادث، وقد تم زي ما قلنا لكم امبارح تم القبض على الفنان التشكيلي الذي يعني تسبب في هذا الحادث الأليم.